بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الفراولة، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بإذن الله تعالى هنتعرف على إزاي زرعنا الفراولة اللي هي قدام حضراتكم دهيا. طبعا دي أول تجربة لنا بنزرعها وبنقارن فيها أربع أصناف ببعض. الأربع أصناف دول زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو اللي قبل كده، هم صنف الفيستيفال، وعندنا صنف اسمه كاليفورنيا بيوتي، وعندنا صنف اسمه سويت آن، وفي صنف تاني مش عارف اسمه، صنف ايه كده هجيب لكم اسمه، حتى ما عرفتش اجيبه المرة اللي فاتت. المهم يعني الاربع صنف دول بنشوف فيهم المميزات والعيوب بتاعة كل صنف بإذن الله تعالى، وهل هتنجح زراعة الفراولة في الكويت في الشتاء، وهل هتدي محصول اقتصادي. ما هو النجاح ده مش يعني النجاح ده مقترن بحاجة، الاقتران بتاعه هيكون بإيه؟ ما ممكن يعني تنجح على كل على جميع الأصعدة، يعني أسعار وإنتاجية ودون وجع قلب يعني، تمام. لأن في حاجات يعني ممكن نزرع رز مثلا في أي دولة من دول الخليج بس بوجع قلب فدي بس اللي تفرق يعني. نزرع رز عادي، المشكلة يعني شغلاني بس هنجيب مية منين. المهم يعني قصدي ما فيش مستحيل، يعني في صعب ولكن ما فيش مستحيل. المهم بالنسبة للتجهيز الأرض بتاعتنا طبعا اتكلمنا عليها قبل كده، ولكن بأكد بس على حاجة، الملوحة في مية الري وفي التربة. بالله عليك لو عندك ملوحة في مية الري أو في التربة بلاش بلاش بلاش، ابعد عن الفراولة، ابعد عن الفراولة طالما عندك مشكلة في المية الري أو في التربة بالنسبة للملوحة يعني، تمام. ابعد تماما، لأن الفراولة والفاصوليا بيصنفوا على القائمة الأولى لنباتات الخضر الغير متحملة أو الحساسة جدا للأملاح، سواء في التربة أو في مية الري. ناخد بالنا من القصة دهية كويس. رقم اتنين، لو عندك مشكلة في النماتودة والتعداد عالي برضو ابعد عن الفراولة. ازرع لك أي محصول تاني بعيد عن الفراولة، بس محصول طبعا يكون يتماشى معها زي المحاصيل النجيلية مثلا، قمح ولا حاجة، ولكن ابعد عن لو عندك التعداد عالي ابعد عن الفراولة، تمام. هتقول لي هتزرع توم هتزرع غيره، لأن مشكلة الفراولة اللي عفان الجذور، كلكم بتتكلموا على عفان الجذور، تمام. طيب عفان الجذور دهيا، عفان الجذور دهيا يا سادة مشكلتها في ايه؟ مشكلة عفان الجذور ان هي توأم للنماتود، هي توأم للنماتود، تمام. فتوأم نماتودة يعني ايه؟ يعني عفان الجذور عندنا توأم للنماتودة، تمام. اذا جت النماتودة لازم تجي لك عفان جذور، تمام. طيب بدل ما بتحارب في جبهة بتحارب انت في جبهتين، جبهة النماتودة وجبهة عفان الجذور. وبيسوء الامر لو عندك النماتودة التعداد بتاعها عالي، دي هتبقى مشكلة عندك، هتضطر تقريبا يعني الاساس بتاع العمارة اللي هو الجذر اللي عندك ده هو طبعا هيتضرب والامورك مش هتبقى كويسة. فعشان كده ناخد بالنا من الليلة دهيا، و يعني نكون حذرين من القصة دهية وما نجزفش، لان في الاول وفي الاخر انت اللي خسران، والمستلزمات الزراعية النهاردة اصبح ثمنها يفوق الخيال، تمام. وقد يكون التسويق سيء كمان، يبقى الامور عندك يعني هتدخلك في قصص انت في غنى عنها، تمام. فمن مبدأ السلامة كده، لو عندك املاح في التربة، عندك املاح في مية الري، عندك تعداد عالي للنماتودة، ابعد عن محصول الفراولة وربنا يكرمك في غيره، تمام. الدنيا مش كلها فراولة يعني. بعد كده بنتكلم عن يوم الزراعة بنعمل ايه. طبعا احنا قبل النبات ده هو ما قبل النبات ده هو تمنجيبه طبعا غطسناه في صواني، الصواني غطسناها في محلول اليونيفورم، غطسناها في محلول اليونيفورم، تمام. ومش يونيفورم وحده، ده يونيفورم كمان وحاجة تانية مش فاكر هو ايه، اليونيفورم المهم يعني هتلاقيه باين في الصورة وواضحة عليه كمان المادة الفعالة مش فاكر. المهم حطنا له مبيدين، تمام. المبيد اليونيفورم في مادتين فعالتين، وفي مادة كمان في التاني، يبقى تلات مواد انت حاططهم، تمام. فالتلات مواد دولت كفيلين يعني بان هم يظبطوا لك الجذور قبل نزولها للأرض، تمام. قبل نزولها للأرض
وبعد النزول على اليوم الثالث المفروض بنحط اي ماده تانية، وليكن توبسين مثلا، مش كله يبقى غالي، وليكن توبسين، تمام، وليكن توبسين ان شاء الله باذن الله تعالى. النهارده بنحقن توبسين او بنحقن حاجه على الاقل يعني زي يعني التوبسين، او نحقن منقط مثلا بمعدل حتى كيلو للفدان، ما فيش اي مشكلة عندنا، بحيث ان الفترة الاولى في حياة النبات النبات يكون كويس فيها، الجذور بتاعته ما حصلهاش حاجة، الفطريات ما تتطفلش بدري على الجذور وبالتالي هتعمل لي مشاكل، فلازم نحاول يعني نكون حائط صد، نكون حائط صد كويس بالنسبة لأحفان الجذور في الفترة الاولى من حياة النبات. ودايما دايما يا جماعة بالله عليكم، ما فيش حاجة اسمها مبيد هيجيب كل حاجة، الكلام ده كلام فاضي، ولو المبيد نفسه أساسا هيجيب كل حاجة يبقى يعني حتى مبيدات الأعفان الجذور ديت ما فيش حاجة اسمها مبيد ولا مبيدين ولا ثلاثة هيمنعوا لك الليلة دي، لا، إدارة النبات الصح هي اللي هتمنع لك القصة دي. بمعنى إن حضرتك لو أنت أساسا أدرت النبات صح من حيث الري، عملية الري دي يا جماعة لا تقل أهمية عن عملية التسميد، تمام، مش عيب قوي انك تروح الارض بتاعتك تلاقي النبات كويس النهارده والمستوى الرطوبه تحت الجدر لما تشيل كده تمام تلاقيها كويسه، هي مش 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 مشكله ان حضرتك تروح غصب تروح تروي، لا، طالما الامور كويسه ما ترويش عادي، ما فيش اي مشكله خالص، طالما النبات متحمل وماشي كويس وبقد الدور بتاعه على اكمل وجه ما تتدخلش فيه، سيبه، ما فيش مشكله، مش لا اصل هو مش قران انك كل يوم تروي كل يوم تروي، لا طبعا، ولا كل يوم تسمد، لا، مش صح الكلام ده، هو تحاول تدير النبات بتاعك بالطريقة الصح تمام. دي حاجة. الكثافة النباتية طبعا احنا زرعين تقريبا بمعدل، انا حسبتها لقيتها في حدود من 26 ل 30 الف نبات في الفدان. الفدان لإخواننا اللي هم بتوع الجزائر أو المغرب العربي بعرفش، الفدان يا جماعة 4200 متر، الهكتار بيساوي 2.38 من 100 فدان، الهكتار بيساوي 2.38% من مساحة الفدان، الهكتار بيساوي 2.38% فدان، تمام، يعني 10,000 متر، الفدان بيساوي 4200 متر، تمام، دي ناخد بالنا منها كويس أوي. فأنا بزرع ب 26 ل 30 ألف، خليها متوسط 30 ألف، تمام، في ناس بتزرع ب 50 ألف، كل ما زادت الكثافة النباتية هو عايز كميات أعلى، لا، القصة دي ممكن يعني كل ممكن يعني التعداد الزايد يا جماعة مش حلو في كل حاجة، يعني التعداد الزايد مش حلو في كل حاجة، ازرع ده الطبيعي، في ناس طبعا بتزرع اكتر من كده، فانا ما اعتقدش ان الامور هتبقى مظبوطة بالنسبة للكثافة النباتية العالية، وخصوصا لما يكون عندك نمو خضري اعتقد ان فيها هتبقى فيه مشاكل كتير. المهم مش ان انا اركب ايه، المهم الوصول في الميعاد، تمام، الوصول في الميعاد، يعني مش مهم اركب ايه، تمام، انا انت عايز تارجت مثلا من الفدان كم طن مثلا، انت في واحد هيجيبهم من 40,000، في واحد هيجيبهم من 30,000، ده صدقا يعني مش كلام. وبعدين ما تنساش ان حضرتك كل ما زادت برضو الكثافه كل الجوده عندك ما هتقل، تمام، كل جوده التصدير بتاعتك ما هتقل، تمام، فتاخد بالك من القصه ده هي، تمام، يعني العدد في الليمون، تمام، يعني ممكن واحد يكون عنده مال كتير ومش قادر يستغله، يعني عنده فلوس كتير مش قادر يستغله، او في واحد ممكن يسخر الموارد بتاعته القليله دهيت ويعمل منها مشروع واثنين وثلاث، انت كذلك ممكن يكون عندك عدد نباتات كتير ولكن انت ما انتش عارف تصدر منه كميات كويسه، وبالتالي بتدخله سوق محلي وبالتالي هتحصل لك مشاكل كتير. المهم دي اللي باختصار ان احنا عملنا ايه وزرعنا ايه بالنسبه للفراوله دهيت. مش عارف انا قلت لكم على الماسوره دي ولا ايه، الماسوره دي زي ما انت حضرتك شايفها كده، هي ميزتها يعني ان هي ما بتدوبش خالص لان ماسوره طبعا عاديه جدا بتاعه السباكه العاديه، تمام، بتجيب ارض ماسوره، مش لازم تكون يعني غاليه، تمام، زي ما قلنا مش عارف شرحت لك اهي، يجي فيها عود حديد اهو، العود الحديد ده 50 سنتي، نصه تحت ونصه فوق، تمام، وفي الناحيه الثانيه دي زي ما قلت لك برده في حديدة زي ديت شيخ حديدة هوت 25 سنتي تحت و25 سنتي فوق، بندخل فيه الماسورة دهيت، تمام، اهي
تمام. ده بيحافظ لي على البلاستيك عشان ما يتقطعش. رقم اتنين ان هو النفق مرتفع شوية وبالتالي تبادل الغازات وما بيعرقش من جوة او بتبقى فيه رطوبة عالية، التهوية فيه بتبقى كويسة جدا لان النفق مرفوع. ده اللي انا حبيت بس اقوله في يوم زراعة الفراولة. عرفنا على الكثافة النباتية بتاعتنا شكلها ايه، النفق اللي احنا حاطينه، الملش اللي احنا حاطينه طبعا اتكلمت عليه قبل كده، عندك الهواز اللي احنا حاطينها طبعا على 20 سنتي وامورها الحمد لله كويسة جدا. حافظ على النبات من الري خصوصا في الفترات الاولى بحيث انك انت ما يبقاش عندك كميات كبيرة من المية وبالتالي قبل الجدر ما يبدأ يشتغل وينشط ممكن تعمل له مشكلة، فتحافظ على المستوى ده هون. وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يوفق الجميع وكل موسم خير والتجربة تنجح على خير ونزرع السنة الجاية إن شاء الله 5 فدان و10 فدان. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.